حلقة جديدة من مترو الصحافة، نطلع فيها على ما جاء من عناوين في وسائل إعلام عالمية ومحلية. الخبر التركي، الهجوم التركي على عفرين في سوريا هو الخبر الأبرز، جاء في وكالة رويترز. الجيش التركي يقتل 265 من المسلحين الأكراد ومقاتلي الدولة الإسلامية في سوريا. قال الجيش التركي في بيان إنما لا يقل عن 260 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم الدولة الإسلامية قتلوا في عملية عفرين في سوريا. أما في البي بي سي فقد جاء مطالبة بوقف تصدير أسلحة ألمانية إلى تركيا بسبب عملية عفرين. تواجه الحكومة الألمانية مطالبات بوقف تصدير أسلحة لتركيا بعد ورود تقارير تفيد بأن الجيش التركي يستخدم دبابات خلال العملية العسكرية التي يشنها على عفرين شمال سوريا، وطالب بعض السياسيين الألمان بإيقاف صفقات بيع الدبابات إلى تركيا. في نفس السياق جاء في صحيفة الشرق الأوسط، تركيا تواصل هجومها في عفرين والأكراد يعلنون النفير العام. تأييد قطري لغصن الزيتون وانتقادات دولية. أعلن أكراد سوريا النفير العام ودعوا إلى حمل السلاح دفاعا عن منطقة عفرين في شمالي محافظة حلب. أما في وكالة الأناضول فقد جاء إصابة 3 أشخاص في هجوم مسلح بمدينة إسطنبول. الهجوم استهدف مجموعة من الناس كانوا يجتمعون أمام مركز للترفيه. بحسب معلومات حصل عليها مراسل أناضول من مصادر أمنية، فقد فتح مجهولان النار من فوق دراجة بخارية على أشخاص كانوا يقفون أمام مركز للترفيه، ثم سرعان ما لاذوا بالفرار. وإلى صحيفة رأي اليوم، جاء في عنوان طويل معارك عنيفة في منطقة عفرين وأكراد سورية يدعون إلى حمل السلاح، وأردوغان يطلع على التطورات، واشنطن تدعو لضبط النفس وتحذر من زعزعة الاستقرار في المنطقة. ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا أمنيا يوم الثلاثاء بحضور كبار المسؤولين، وذلك للاطلاع على تطورات عملية عفرين التي أطلقتها تركيا مطلع الأسبوع ضد المنطقة التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد. وبعد الاجتماع أفاد بيان للرئاسة التركية بأن العملية تمضي بنجاح كما هو مخطط لها. وأفادت وكالة دوغان الإخبارية التركية بمقتل جندي تركي. وعن الحرب على داعش، جاء في صحيفة الحياة مقتل 150 عنصرا من داعش بغارات للتحالف شرق سوريا. الغارات نفذت بدقة، جاءت نتيجة لعمل استخبارات مكثف من أجل تأكيد أن الهدف هو قاعدة لداعش ومركز قيادة من منطقة تخضع حصريا لسيطرة التنظيم. وعلى الرغم من خسارة داعش غالبية المناطق التي كان يسيطر عليها في سوريا، إلا أن مقاتليه لا يزالون يتحصنون في جيوب على طول وسط وادي الفرات. إذن منذ 7 سنوات والأمور مستعرة على الساحة السورية، والآن هنالك تطورات جديدة وجبهات أخرى على الساحة السورية، وتركيا تدخل. هي دائما تركيا كانت جزء من الصراع في سوريا ولها تحركات، ولكن هذه المرة دخول نوعي ومختلف. وللحديث عن هذا الموضوع معي الصحفي العزيز بشار دراغمي، مدير قطاع الأخبار في مركز الإعلام بجامعة النجاح. يعطيك العافية أستاذ بشار. الله يعافيك، يسعد مساك ومساء جميع المشاهدين. اهلا فيك استاذ بشار. استاذ بشار، هنالك يعني جبهه جديده فتحت، حذر منها خلال على مدار اسبوعين سابقين، ولكن التحركات في عفرين تشتد، والاكراد اعلنوا النفير العام ورفع السلاح. بتقديرك الى اين تتجه الامور؟ يعني الأمور هي ليست تجربة جديدة فيما يتعلق بالمناوشات التي تقوم بها تركيا على حدودها، لها تجارب سابقة في العراق مع الأكراد في العراق، لكن بجميع الأحوال لم تتطور الأمور إلى شكل صراع أو حرب بالمعنى الحقيقي. وبالتالي رغم أن تركيا هددت بتوسيع عملية عفرين إذا تطلب الأمر ذلك، إلا أن الأمور لن تكون بالسهولة
خاصة أن هناك موقف غربي رافض لهذا التوسع. حتى الآن الموقف هو ركيك إلى حد ما غير صارم. بريطانيا عبرت عن قلق، الولايات المتحدة دعت إلى ضبط النفس. ربما الموقف الأوروبي والأمريكي يأخذ خلال الأيام القادمة تصعيدا أكثر، تكون اللهجة تجاه تركيا أكثر حدة، خاصة بين الولايات المتحدة وتركيا. ونحن نعلم بالأساس أن العلاقة ما بين الولايات المتحدة وتركيا هي ليست على ما يرام، والولايات المتحدة ربما تستغل ما يجري في عفرين لتوجيه المزيد من الانتقادات إلى تركيا. لكن أنقرة نفسها لا تتحدث من موقف ضعف، حتى باختيارها لاسم العملية وإطلاق اسم غصن الزيتون هي أرادت إيصال رسالة إلى تركيا، إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بأن هدفنا إحلال السلام وليس إشعال حروب في المنطقة. وأعلنت تركيا صراحة أن هدفنا ليس توسيع الحدود الدولة التركية، وإنما إقامة السلام على الحدود. أعتقد أن الأمور لن تكون أكثر مما حدث مع الأكراد في العراق، ربما مجرد أيام أو أسابيع وتعود الأمور إلى ما كانت عليه. نعم تماما أستاذ بشار، هذا هو السؤال الذي كان يراودني وأنت تتحدث، بأن الأكراد في العراق يعني نالتهم نكسة بعد ما أجروا استفتاء وأرادوا الاستقلال وإقامة دولة، والدول الأوروبية والولايات المتحدة خذلتهم وتركتهم وحيدين أمام القوات العراقية.